مشاهدونا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة وأخيرة من برنامجكم فرحة عيد، والذي قدمنا لكم فيه الممتع والمفيد من خلال فقرات المتنوعة. أهلا بكم إلى أولى فقراتنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا إلى فقرة المواهب، وفي هذه الفقرة أعرفكم على الموهوبة صفاء. أهلا وسهلا فيك يا صفاء، وعيدك مبارك. على الجميع إن شاء الله. صفاء، عرفي نفسك للمشاهدين أكثر وعن موهبتك. اسمي صفاء إسماعيل مقبل، موهبتي الإنشاء. صف كم تدرسي؟ كم عمرك؟ عمري 14 سنة، إن شاء الله أدخل أول ثانوي. ما شاء الله عليك، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والنجاح. صفاء، كيف أجواء العيد؟ كيف العيد هذه السنة؟ العيد تمام، بس إن شاء الله الأعياد القادمة تكون أفضل بنصر الشعب اليمني وبرجوع كل الأهل إلى مواطنهم. إن شاء الله تتحقق دعوتك يا صفاء. صفاء، في عندك أي أنشودة تقدميها للمشاهدين؟ هاتف العيد ضو في الصدى، قولوا لبيك يا داعي الهنا، سبحان اللي تبسم للملا، في سما العيد ضوي يا سما، يلا ننسى كل اللي مضى، ضيفنا اليوم يشرف دارنا، خذنا يا شوق عجنح الهوى، في سما العيد محلها سما. ما شاء الله عليك يا صفاء. صفاء، من اللي يشجعك؟ الدعم الأكبر والكثير هم يكونوا الأهل، ومن بعدها الأستاذين اللي يدربوا، الذي الناس اللي من حولنا هم أكثر شيء يعني يدعمونا، وبالذات أكثر شيء الأهل اللي يدعموا الواحد. شكرا لك يا صفاء. يا صفاء، خبرينا إيش سويتي في العيد ونسرتي في العيد؟ تكون يعني بس أحسها يعني هالأيام بالذات، يعني تقول أن إحنا مثلا كبرنا شوي، لذلك نجد إحنا دائما في البيت مع الأهل كذا. يعني يوم العيد عندنا ما فيش خرجة طبعا، يوم العيد عندنا اجتماع عائلي، نجتمع في بيت، نجتمع عائلتنا وتكون جمعة عائلية. الأطفال ومنهم صغيرين يحبوا العيد، يحبوا التكسة، لكن بعد ما يكبروا يعني يصيروا شوية كرازمة. طيب يا صفاء، في عندك كمان أي نشودة ثانية؟ السماء علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، يا هوى يا هوى يلي طاير في الهوى، في منتورة طاقة وصورة خدني لعندن يا هوى. ما شاء الله عليك يا صفاء، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والتفوق. طيب يا صفاء، خبرينا، هل كعكتي في العيد؟ ماشي، هذه المرة أنا ما كعكناش. يعني اشتريت من السوق؟ ايوه اشترينا شراء. ليش؟ كذا. وكان زمان لما كنت صغيرة كنت تكعكي ولا؟ يعني كان شقابة كذا يجي كعكة معهم، يعني أكيد يحصل لنا ضرط يضرطونا من الغرفة هذه، كملوا كعكة. ها، يعني هذه الأيام لما صرتوا كبيرة، لما كنتي كبيرة ما في عندكم وقت عشان تكعكوا. أيوة نفهم كعكة، بس هذا العيد ما كعكناش. طيب يا صفاء، ما هو أسعد موقف في حياتك؟ أنا أحس يعني صح في كثيرة مواقف سعيدة، بس ما أذكرهن كلهن الآن، بس أنا متأكدة بتكون أكثر سعادة موقف لو ما يخرج أخي من ميليشيات الحوثي، من السجن في ميليشيات الحوثي ومأسور عن ميليشيات الحوثي، هذه عتكون أكبر موقف فيه سعادة جدا.
إن شاء الله يخرج أخاك، ونتمنى إن شاء الله عن الأيام القادمة تمضيها مع أخوك. طيب ما تحب تهني في العيد؟ أحب أهني أكيد دائما عائلتي، أولا أحب أهني عائلتي، ثانيا أحب أهني أخي الأسير، أحب أهني أخي الأسير، أهني إلى داخل السجن مع أصدقاء اللي هناك، وأهني أيضا الشعب، جيش الشعب اليمني، وأهني أيضا الأمن الذين هم في الجبهات، الذي لولاهم ولولا الله عز وجل الآن مش إحنا في هذه الليلة مش إحنا. شكرا لك يا صفا، وعيدك مبارك. في عندك مشاركات؟ هل شاركتي في مشاركات في فعاليات؟ نعم شاركت في فعاليات كثيرة، وشاركت هذه المرة في مع جائزة المحافظ بالإنشاد، وفزت في المركز الأول. حتى إذن يا صفا أي أنشودة؟ انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي، وطني حبيبي وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة، وطني وطني الغالي وطني. طيب يا صفاء، من هو فنانك المفضل؟ طبعا ما فيش عندي فنان مفضل، انا استمع اناشيدهم، اي انشوده مثلا عجبتني عن الوطن عن اي شيء احفظها، اما فنان مفضل ما لا عندي. طبعا احنا يا صفاء نستمتع بصوتك الجميل والعذب، انت راقية في صوتك في اعرابك للانشيد. طيب جديد كمان اغنية ثانية وانشودة. ارواحنا دماؤنا نفتيك يا يمن، ولاؤنا خلاصنا للشعب للوطن، رواحنا دماؤنا نفديك يا يمن، ولاؤنا خلاصنا للشعب للوطن، يا ماردا في هامة التاريخ يقهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتشرين عدا، لا لن ينال الطامعون من شروخه ولن، ألا مكان بيننا لعابد الوثن، وليس في صفوفنا من يزرع الفتن، واحنا دماؤنا نفديك يا يمن، ولاؤنا خلاصنا للشعب للوطن. ما شاء الله عليك يا صفاء، عندك حضور جدا متميز. طيب خبرينا، من اللي استكشف موهبتك؟ طبعا في كنت على ما اظن في الصف الخامس هكذا، كنت اشارك دائما في المدارس، في مدرستنا اول مدرسه كانت التميز هنا في مأرب، فبديت من هذه المدرسه بديت اغني فيها، وطبعا العائله هي السند الوحيد اللي بتكتشف كل المواهب، ف شوية كذا تطورنا مع هذا، وشاركت في حفلات كثيرة والحمد لله نجحنا. طيب يا صفا، ما هي طموحاتك المستقبلية؟ طموحاتي المستقبلية أولا أني أكون أكبر صحفية، هذه يعني أنشتي أكون أكبر صحفية إن شاء الله. ثانيا إن شاء الله بإذن الله تتحرر البلد. ثالثا يخرج أخي الأسير، هذه أنا تمنياتي أني أخرج أخي الأسير، وانه ينتصر الشعب اليمني، واني اكون ان شاء الله اكبر صحفيه، فهذه طموحاتي. ان شاء الله يتحقق يا صفاء حلمك وتصيري صحفيه كبيره جدا. طيب يا صفاء، في انت لما قلتي انك فزتي في المرتبه الاولى وفي المدري المهم قلتي انك فزتي في المحافظه، في انت هناك نشدتي، فيك تدينا واحده من الاناشيد اللي نشدتيها هناك؟ سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا،
سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. الله الله عليك يا صفاء، مبدعة وموهوبة جدا، شكرا لك وشكرا على مشاركتك، وتفضلي سعادتك يا مقدمة من عالم التخفيضات. شكرا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا لهذه الحلقة. لننتقل إلى الفقرة الميدانية فهي معا. المشاهدون الأعزاء، النظافة سلوك حضاري، ونظافة المدن وجعلها في أبهى حلتها الجمالية يعكس اهتمام صندوق التحسين والنظافة ورعاية السلطة المحلية. وسؤالنا لهذه الفقرة، ما اليوم الذي اعتمدته السلطة المحلية بالمحافظة ليكون يوم للنظافة من كل شهر؟ أيش اسمك؟ أم بشار. حياك الله. طيب في عندي لك سؤال، والسؤال يقول، متى أدرجت السلطة المحلية يوم النظافة في كل آخر شهر؟ إيش؟ السلطة المحلية أدرجت يوم ليكون يوم النظافة بس في كل آخر شهر. يوم الجمعة؟ لا غلط، شكرا، حظ أوفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش اسمك؟ اسمي كفاية فيصل. من أي محافظة؟ محافظة إب. طيب في عندي لك سؤال، والسؤال يقول، ما هو اليوم الذي اعتمدته السلطة المحلية ليكون يوما للنظافة في كل آخر شهر؟ يوم الاثنين. متأكدة؟ أيوة. إذن المحظوظة معانا أجابت الإجابة الصحيحة، وتفضلي مكافأتك قطعة من صندوق التحسين والنظافة. شكرا. مأرب بيتنا. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اسمك؟ محسن علي محمد شرين. من اي محافظة؟ دمار. طيب في عندي لك سؤال، والسؤال يقول، متى ادرجت معالم مملكة سبا ضمن قائمة اليونسكو؟ اعتقد ما بين عام 2021 2022. لا الاجابة غلط، شكرا. ايش اسمك؟ منسى عسال الوحش. حياك الله. في من اي محافظة؟ من محافظة تعز. طيب في عندي لك سؤال، والسؤال يقول، متى أدرجت معالم مملكة سبا ضمن قائمة اليونسيف؟ عام 2022. جربت شوية؟ لا. ممتازة، جبت إذن عن الإجابة الصحيحة، وتفضلي مكافأتك مقدم. شكرا. إيش اسمك؟ مبروكة مجيب الرحمن. من أي محافظة؟ تمار. حياك الله. في عندي لك سؤال، والسؤال يقول، ما هي الصورة اللي قريتيها كأنك قريتي نص ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص. متأكدة؟ أيوه. إجابتي معانا الإجابة الصحيحة، مبروكة، وتفضلي مكافأتك. شكرا. وطني وطني ما أحلى، وطني وطني أنا أهوى، هاكم أيدي يا شمساني، هاكم أيدي يا أخواني، تجني السعادة يا أخواني. شكرا لك يا غيدة، وهذه
ألعاب لك. شكرا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا إلى فقرة جبر الخاطر، وفي هذه الفقرة عندنا ثلاثة من الأخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيش اسمك؟ خليفة قلم. من وين أنت يا خليفة؟ من ذمار. حياك الله. ما تحب تهني في العيد؟ أخواني يعني وأهلي وأصحابي. طيب هذا أيش اسمه؟ أخي قطيبة قلم. حياك الله، عيدكم مبارك وكل عام وأنت بخير. طيب أنت إيش اسمك؟ جواد. عيدكم مبارك وكل عام وأنت بخير. أنت عندك موهبة يا خليفة؟ نعم، يعني موهبة القرآن. تحفظ قرآن؟ ما شاء الله، كم حافظ أجزاء؟ الحمد لله أتممت المصحف. ختمت المصحف كله؟ ما شاء الله سبحان الله. أنت الآن كم عمرك؟ عمري 11. ما شاء الله خليفة، أعزائي المشاهدين، ختم القرآن الكريم وهو في عمر 12، وأنت خاتم المصحف مثل أخوك؟ الحمد لله. ما شاء الله عليكم مبدعين. طيب سمعنا أنت يا خليفة أولا أي آية قرآنية من أي سورة؟ سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله عليك يا خليفة. أعزائي المشاهدين، لابد من اليد الحانية لمساعدة هؤلاء الأطفال وتشجيعهم كذلك. ما شاء الله عليك يا خليفة. طيب وأنت إيش اسمك؟ قطيبة جلال. طيب يا قطيب، أنت حافظ القرآن مثله كله؟ الحمد لله. طيب كم عمرك الآن؟ 10 سنوات. ما شاء الله عليكم. سمعنا أي آية قرآنية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله عليكم، يعني انتم مبدعين موهوبين جدا لدرجة انكم تخدموا المصحف كله، ونحتاج كذلك ايضا من هؤلاء الاطفال اللي يخدموا المصحف بكله ويقرؤوه. طيب يا خليفة، من هو الشيخ المفضل اللي بتسمع كثير لما يقرأ القرآن؟ الشيخ ياسر الدوسري. ما شاء الله. وانت؟ الشيخ فارس عباد. ما شاء الله عليكم. هذا اخوكم؟ ايش اسمك؟ جواد. طيب يا جواد، انت ما تكبر اكيد هتتعلم ثم القرآن وتختمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كم عمره؟ عمره 5 سنوات. ما شاء الله عليه. طيب يلا 6 سنوات.
أنت لما كنت بتقرأ القرآن هل كنت بتقرأه يعني بتسمع الشيخ من الإنترنت أم كان عندك أي واحد في البيت بيعلمك أم كنت تسير للجامع وتحفظ؟ بعض الأحيان تلقن بالتلفون، بعض الأحيان تلقن عند شيخ حقي. يعني كنت بتسير الجامع وتقرأ، يعني في شيخ بيعلمك؟ أكيد. أنت وأخوك؟ نعم. ما شاء الله، خلال هذه السنوات ختمتم القرآن، سبحان الله العظيم. طيب خبرونا كيف أجواء العيد هذه السنة، وهل قصيتوا في العيد وما عن قضيتوا هذه السنة العيد؟ الحمد لله العيد تمام وفيه أشياء، كل شيء ما فرق. طيب مع من قضيت هذا العيد هذه السنة؟ يعني مع من جلست، مع صحاب يعني، وجلست بعض الحين كنا نخرج نلعب، بعض الحين نجلس مع أمي وأبي، وبعض الحين مع بالبيت، يعني كل يوم مكان. ما شاء الله عليكم، مبدعين جدا. أعزائي المشاهدين، استمتعنا جدا مع موهوبينا لهذه الحلقة، موهوبين رائعين جدا جدا. ونحب في هذه الحلقة وهذه الفقرة نقدم لكم جعالة عيد مقدمة من المستهلك، شكرا لكم. وأيضا ساعة ذكية مقدمة من عالم التخفيضات، تفضلوا تستاهلوا، شكرا. وهذه من قناة عدن الفضائية، تفضلوا، شكرا لكم. شكرا. المشاهدون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية محطتنا إلى هذا الموسم من برنامج فرحة عيد، إلى أن نلقاكم في موسم آخر يكون من محافظة مأرب وحضرموت وعدن بحول الله في الموسم القادم. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.